كان يقولين ولا عارفه. اليوم متواجدين ببلدية عين العصافر في مزرعة من المزارع النموذجية على مستوى الولاية، واللي تعتبر قطب من أقطاب المنتجة الأشجار المثمرة على مستوى الولاية. إذن اليوم نعلن رسميا على جني منتوج تفاح على مستوى الولاية. اليوم نشكر الفلاحين اللي قاموا بمجهود نتاعهم ووصلنا للأهداف المسطرة فيما يخص منتوج التفاح، وهذا دليل على أن المرافقة للفلاح تؤتي أكلها. انتظروا سنة توقعات المنتوج اللي تفوق 1,600,000 قنطار على مستوى الولاية بمساحة تقدر بأكثر من 4,600 هكتار. اليوم الحمد لله انطلقنا في حمل جني تفاح الأوراسي والمحلي من منطقة عيون العصافر ولاية باتنا ضائرة الزولت. الحمد لله اللي وفقنا باش وصلنا لهذا النتيجة، هذه ما راحش تعبنا باطل. الفاريتي اللي كاينين عندنا احنا هنايا الانواع، كاين الجولدن ديليسيوس، كاين الريد شيف، كاين الكبده كيما نقولوا له احنا بالعاميه اسمها، كاين ستار كريمسون، وكاين الرويال جالا ورويال جالاكسي.